30 سبتمبر اليوم العالمي للترجمة، بيبتدي الاحتفال بيه بالتأكيد اليوم كل سنة وحضراتكم طيبين. الترجمة من الحاجات المهمة جدا اللي بتعتبر من اللي بتمد الجسور ما بين الشعوب والثقافات المختلفة. ليه تم الاحتفال بهذا اليوم على وجه التحديد ان هو يكون يوم عالمي للترجمة؟ له قصة لطيفة خلينا نتعرف أكتر عليها. معنا على التليفون دكتور أنور مغيث، أستاذ الفلسفة ومدير المركز القومي للترجمة سابقا. صباح الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك. اهلا، صباح الخير. اهلا بحضرتك، وخلينا نتعرف ليه تم اختيار هذا اليوم بالتحديد للاحتفال باليوم العالمي للترجمة. يعني هو طبعا يعني المفروض بيبقى فيه اختيار يوم، واظن هذا اليوم له علاقة ب رمز او شيخ المترجمين اللي هو قديس المترجمين اللي هو جيرام. ايوه بالظبط. أيوة. لانه هو يعني في اليوم ده اللي هو اصدر فيه ترجمته للكتاب المقدس من اليونانيه الى اللاتينيه. ايوه ده حقيقي. طيب الاتحاد الدولي ان هو قرر، اللي هو طبعا تم تاسيسه 53، قرر ان هو يطلق الفكره 1951، لكن تم بعد كده الاحتفال بها مؤخرا في 2017. ايه اهميه هذا الاحتفال وايه الرساله اللي بتوصل للعالم من الاحتفال والاحتفاء باليوم العالمي للترجمه؟ هو طبعا يعني الترجمه طول عمرها مهمه، ولكن من الملاحظ في سياق العولمة والتداخل يعني العلاقات بين الدول وتشابكها ازدادت الترجمة أهمية، وبان يعني انه الترجمة ممكن تلعب دور مهم جدا في اولا زيادة التفاهم بين الشعوب وفي نجاح العلاقات اصلا بين الشعوب. يعني دلوقتي احنا بنشوف انه الاتحادات الإقليمية زي الاتحاد الأوروبي يعني كل يوم بيترجم حوالي 5000 ورقة عشان الشغل بس يمشي. كل ورقة لازم تروح لكل الدول الأعضاء ومكاتبها، أما بنلاقي الهجرة اللي بتزيد سواء شرعية أو غير شرعية، لكن أصبحت واقع رهيب جدا، بحيث حتى يعني مسار الحياة اليومية تخلص الأوراق، ولو في محاكمات ولو في مشاكل بقينا محتاجين مترجم. دلوقتي كل الدول بتعمل بينها وبين بعض بروتوكولات تعاون، دي محتاجة مترجمين. إذن الترجمة بتزيد أهميتها مع الوقت، ومن هنا كان فكرة إنه الأمم المتحدة تحدد يوم وتشجع على الاحتفال بالمترجم وبالترجمة بوجه عام. ظهر مؤخرا، لكن كان له اكثر من سبب، بحيث انه بالفعل بقى في احتفال وبقى في اهتمام، مش مجرد يوم رسمي كده وبيتقال وخلاص. طب لما نيجي نتكلم على الترجمه، خلينا نفتكر ونتوقف عند حدث مهم جدا بالتاكيد ونقل ما بين الحضارات والتعريف بالحضارات، اللي هو الترجمه او الوصول لفك طلاسم حجر رشيد. ما هو يعتبر نوع من انواع الترجمه ان احنا عرفنا عن طريق الترجمه سر هذه الحضارات، فنعرف دور الترجمه في نقل الحضارات ونقل الثقافات ما بين الدول المختلفه. هو طبعا لانه زي ما حضرتك اشرتي، يعني حجر رشيد بقى يكاد يكون ايقونه الترجمه. هو عباره عن عقد تجاري فقط، مجرد ناس بتروح نشتري كذا وعليك كذا ودفع دلوقتي كام وهيدفع كام المره الجايه. لكن لانه تم الحرص على ان يكتب باللغه الهيروغليفيه واللغه الديموتوقيه واللغه اليونانيه، تم فك شفره الحضاره الفرعونيه اللي هي كانت بتبهر العالم بكل انجازاتها ومظاهرها واثارها المبهره. لكن كله كان بيخمن ويشوف هو دول كان ايه، الصور دي معناها ايه، الرسوم ايه. لكن مع فك الشفره بقى عندنا معرفه يعني ايه شبه حقيقيه بالفعل بما كان يحدث. ومن هنا اصبح يعني الانسان كانه يعني في الحياه بشكل عام
هيفضل ماشي لو طبعا. والحدث ده بيبين لنا بالتاكيد اهميه الترجمه على مدى التاريخ، وان هو اللي بتعرف الحضارات المختلفه، وهي فعلا صله الوصل ما بين الثقافات المختلفه. شكرا دكتور انور مغيث، استاذ الفلسفه، مدير المركز القومي للترجمه سابقا.